في الفيديو ده هنسمع كابتن إبراهيم فايق بيوضح تسريب صوتي لخبير لجنة الحكام باتحاد الكرة وهو بيعلق على الحكم إبراهيم نور الدين اللي حكم طبعا مباراة الزمالك وسموحة أمس. مكالمة مسربة بيوضحها لنا كابتن إبراهيم فايق، وبيوضح لنا إن كابتن إبراهيم نور الدين بعد التصريحات اللي عملها أمس اتوقف لمدة لسه مش محددة. فيلا بينا نشوف كابتن إبراهيم فايق قال إيه ونشوف المكالمة المسربة ونرجع لحضراتكم مرة تانية في نهاية الفيديو. الفترة اللي جاية في مقولة دايما بتقول إنه المكسب بيجيب مكسب، وإنه المكسب بيجيب ثقة، وإنه الزمالك كان بيمر بمرحلة من مراحل فقدان الثقة، وإنه مكسب امبارح على سموحة، وسموحة فريق كبير بالمناسبة طبعا، المكسب ده يساعد إلى حد كبير في إنه الزمالك يعود مجددا. بالمناسبة الزمالك بيستعد للمريخ السوداني بدون أي راحة. فريرا طلب تقرير طبي عن حالة اللاعبين المصابين التلاتة اللي هم فتوح وعمر جابر والزناري لحد موعد السفر لليبيا. هتقولي ليبيا إيه العلاقة؟ ده رايح يلعب المريخ السوداني. المريخ السوداني بيلعب في ملعب شهداء بنينة في ليبيا، والماتش الاولاني خاضه هناك، وده الملعب بتاعه خلاص، هو ده الملعب اللي طلب ان هو يلعب عليه. ليه برنامج في الملعب وانت سايق مع ابراهيم فايق وتصريحات مسجله صوتيا برضه عشان حضراتكم تبقوا عارفين ومعانا في الصوره، فخدوا مننا يعني من الاخر يعني عشان في كتيبه تعبت علشان خاطر تبقى التصريحات دي موجوده قدام حضراتكم. كابتن توفيق السيد نائب رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم قال لنا كالتالي: واحد، تم إيقاف إبراهيم نور الدين لأجل غير مسمى بسبب اختراقه التعليمات وقيامه بتصريحات تلفزيونية. ممنوع أي حكم يقوم بتبرير أي خطأ أو الظهور في لقاء تلفزيوني للحديث عن حالات المباراة. مدة إيقاف إبراهيم نور الدين تقديرية للجنة الحكام، وسيكون هناك اجتماع لاتخاذ القرار المناسب، ولكن تم الإيقاف وليس مشروط بمدة حتى اللحظة اللي بنتكلم فيها. قالك نعتبر في مباراة الزمالك وسموحة، ولكن ستظل أخطاء الحكام واردة. وقال إنه أخطاء إبراهيم نور الدين في مباراة الزمالك وسموحة لم تؤثر في نتيجة المباراة، وقال ليس عندنا حكم متعمد للخطأ في الدوري المصري، ولكن هناك أخطاء وده وارد في كرة القدم ولكنها ليست متعمدة. وكمان تصريحات الكابتن توفيق السيد لينا الامور الثالثه، فبيرد عليه الكابتن توفيق السيد برضو معانا يعني بالليل، وادي الرد اهو معانا العصر. قال احد المحللين اللي خرج وهاجم ابراهيم نور الدين انه راجع لكذا كذا كذا العشر خطوات، تسبب في ايقاف الدوري المصري لمده 90 يوم في لقطه شهيره بمباراه الزمالك ومصر المقصه، والكلام هنا على الكابتن جهاد. وقال قمنا بدعم وقتها لانه حكم محترم ونعلم ان الاخطاء وارده. وقال بنحترم جميع محللي التحكيم ونتمنى دائما أن يكون التحليل إيجابي لصالح الحكام، ولكن هناك البعض يدخل الأمور الشخصية. دي التصريحات بالكامل اللي خصنا بيها الكابتن توفيق السيد نائب رئيس لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، واللي بنعرضها لحضراتكم دلوقتي بالظبط يعني بأمانة النقل بالظبط عشان أقول لحضراتكم. ده جالنا في تصريحات صوتية مسجلة مدتها 4 دقايق و10 ثواني. ماشي كده؟ ماشي كده. خاصة بالمجلس الأعلى للإعلام، وركز بقى معايا عشان دي اللحظة اللي احنا مستنيها. قالك الأعلى للإعلام منشورات من شأنها أن تؤدي إلى تأجيج روح التعصب والتمييز بين المواطنين في المجال الرياضي. وقال لك أنه كمان في صفحات تتضمن إساءات وسبا وقصفا في حق المؤسسات والجماهير والأفراد بما يحض على العنف والكراهية وما يخالف القانون. وبناء عليه فإن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام يقوم حاليا باتخاذ كافة الإجراءات الإدارية والقضائية اللازمة ضد هذه الصفحات. خطوة مهمة جدا
لانه جزء كبير برضه من ضمن اخبار النادي الاهلي ان النهارده فريق الكره بالاهلي بيبدا مشواره في بطوله دوري ابطال افريقيا بمواجهه الهلال بالهلال السوداني ضمن لقاءات مرحله المجموعات، وهو ما نلقي عليه الضوء في الاتي. الفريق ان شاء الله باذن الله هيسافر الى السودان الخميس المقبل استعدادا لمواجهه فريق الهلال في بطوله دوري ابطال افريقيا. مجلس اداره النادي الاهلي كلف العمر فاروق نائب رئيس النادي برئاسه بعثه فريق الكره المتجهه الى السودان، وذلك استعدادا لمواجهه فريق الهلال في اطار مباريات دور المجموعات لبطوله دوري ابطال افريقيا. غيابات طبعا النادي الاهلي، بيفتقد فريق النادي الاهلي بقياده سويسري مارسيل كولر جهود اكثر من لاعب. مين هم اللاعبين اللي مش هيبقوا متواجدين؟ هم اول حاجه اكرم توفيق، تاني حاجه كريم فؤاد، طبعا كلنا عارفين ان هو بسبب الاصابه بالرباط الصليبي، بجانب طبعا عمرو سلية بيعاني من شد في عضله السمانه، خالد عبد الفتاح بسبب الايقاف بعد حصوله على البطاقه الحمراء في مباراه فلامينجو في كاس العالم للانديه واللي خسرها المارد الاحمر بربعيه مقابل هدفين في وحصل النادي الاهلي على المركز الرابع عالميا. طبعا بيستعرض فريق الاهلي غدا بتدريباته بقيادة مارسيل كولر استعدادا لمواجهة الهلال السعودي. حصل اللاعبين على راحة سلبية امبارح الاثنين والثلاثة النهاردة، وطبعا بعد ما رجعت البعثة من المغرب لما كانت مشاركة في كأس العالم للأندية. يستعد طبعا كلنا عارفين المباراة الأهلي والهلال السعودياني هتقام إن شاء الله الثالثة عصر السبت المقبل بتوقيت القاهرة في السودان ضمن منافسات الجولة الثانية لدوري المجموعات بدوري أبطال إفريقيا. وكلنا عارفين طبعا أن القرعة بتاع دور المجموعات وقعت النادي الأهلي على رأس المجموعة الثانية التي تضم كل من سان داونز الجنوب إفريقي والهلال السوداني والقطن الكاميروني. تأهل النادي الأهلي لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا بعد الفوز في دور 32 على اتحاد المنستيري التونسي بهدف نظيف في مباراة الذهاب بتونس، وثلاثية نظيفة في مباراة العودة بالقاهرة ليحجز بطاقة التأهل إلى دور المجموعات. من جانب آخر، البرتغالي جوزوالدو فيريرا المدير الفني للزمالك عمل جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات النهاردة على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي، إن هم بيستعدوا إن شاء الله لمباراة المريخ السوداني المقبلة بدوري أبطال أفريقيا. وجه لهم بعض النصايح، قال لهم ان احنا مش محتاجين السيناريو اللي اتكرر في المباراة اللي فاتت يتكرر تاني، نقفل خلاص على مباراة الامس اللي هي كانت سموحة، احنا فزنا ونقفل خالص ولا نبص لاي اخطاء تحكيمية ولا اي حاجة. طلبهم ان هم بمواصلة العمل والتركيز بكل قوة لمواصلة الانتصارات في الفترة المقبلة والظهور طبعا بافضل صورة في كافة البطولات اللي بيشارك فيها الفريق. طبعا طلبهم بضرورة غلق صفحة الدوري خالص والتركيز في المواجهة المرتقبة أمام المريخ السوداني في دوري أبطال أفريقيا علشان يحصل الثلاث نقاط، لأنه لو ما حصلش الثلاث نقاط أو حصل أي غير ذلك هيبقى الزمالك موقفه صعب جدا في دور المجموعات. مش حتى لو المباراة اللي جاية قدر إن هو يحصل على العلامة الكاملة، لكن هيبقى موقفه صعب من التأهل.